مين المرأة الجميلة انت بتفكري وانت بتمثلي اريد ان ابدو جميلة؟ اطلاقا اطلاقا. وهقول لك حاجة بقى، انا بشوف ان الجمال، او انا اتعلمت في حياتي ان الجمال ده جمال نسبي، مفيش حاجة ما تقوليليش بقى جمال من جوه وجمال من بره والكلام ده. لا جمال جمال يا نرمين. يا فرحتي ان انا اشوف واحدة جميلة وتقعدي معاها ما تبقيش قادرة تقعدي مع ثانية، او تحسي تقولي لها بص مش عايزة اسكتي مش عايزاكي تتكلمي مثلا. ففي عندك الجمال، انا بشوفه جمال العقل، جمال الروح، ان البني ادم يكون ذهنه حاضر، انه يدي فرصة للاخرين، انه يسمع يستمع للاخرين، يوزن الكلام قبل ما يقوله، حاجات كتير قوي. لكن بالتأكيد طبعا احنا بنحمد ربنا على نعمته، لكن انا وانا صغيرة ما كانش عندي ثقة في نفسي خالص، كنت بشوف نفسي ولد. نرمين الفي، كنت فاكرة نفسك ولد؟ كنت بحس ان انا مستولدة قوي وانا صغيرة، او كنت شقية جدا، شقاوة غير طبيعية. انا لسه شقية، بس الشقاوة بتاعتي يعني كنا شوية يعني شقاوة بأنوثة كده. لكن زمان كنت مستولدة خالص يعني، كنت عارفة بويش قوي بالظبط. ده حقيقي قمر طول عمرك قمر وانت صغيره قمر شايفه الفرق؟ ايوه بس جميل يعني، دي فيري انسنت دي يعني. امتى حسيتي انا دي مامي بقى؟ قمر امتى حسيتي انا بنت جميله؟ لما كبرت. حتى فتره ثانوي برضو كنت حاسه ان انا شكلي مش حلو قوي، ومدرسه وكلام من ده. في الجامعه ابتديت بقى، لما ابتديت ادخل في الاعلانات نوعا ما ابتديت احس ان انا. مين اول حد قالك يا قمر؟ ايه ده؟ لا مش فاكره. يا نرمين اول حد قالك؟ اول حد عكسك بجد اتعكست من ابن الجيران. من ابن الجيرانه بس ماليش يا قمر، بس يعني اتعكست من ابن الجيران.